أعزائي المشاهدين، الرزحة فن من معالم الحياة العمانية منذ عدة مئات من السنين، والرزحة فن جماعي يقيمه العمانيون في كل مناسبة هامة من مناسبات الحياة، في الاحتفال بالعيد الوطني وبعيد الفطر المبارك وبعيد الحج أو عيد الأضحى المبارك وفي الأعراس والختان. وكان العمانيون فيما مضى يقيمون الرزحة كلما طرأ على الحياة طارئ، حرب أو صلح أو نصر أو وساطة في فض خلاف أو عودة من سفر البحر. فالرزحة وشعر الرزحة سجل لحياة أهل عمان، وتتخذ الرزحة أشكالا مختلفة وتطلق عليها أسماء مختلفة في مناطق عمان وولاياتها المختلفة، فهي الرزحة والرزفة والعيالة والوهابية، وهي أنواع القصافية ورزحة لال العود ورزحة الطويل ورزحة الدرب ورزحة الهوامة. والعبرة في التسميات بالملامح الدقيقة في التكوين أو في عدد الطبول أو في بعض حركات المشاركين، ولكن الرزحة في النهاية هي الرزحة، فن الفروسية الجماعي، فن المبارزة بالسيف والترس، فن المبارزة والمطارحة الشعرية. رزحة الدرب هي موكب الوافدين ليشاركوا في رزحة اللال، يأتون في صفوف قصيرة متوازية وكل رجل يحمل سيفه أو بندقيته أو عصا، وأمامهم طبلهم يصيح وهم يغنون في الفخر أو في المدح أو في البطولة، ثم ينضمون إلى زملاء لهم سبقوهم في ضيافة ربع أو جماعة. هؤلاء الوافدون يأتون استجابة لدعوة تصلهم أو استجابة لطبل يدعوهم للمشاركة في الرزحة، وتسمى الرزحة الداعية القصافية. إيقاعها سريع، شعرها قصير، ويؤديها الشباب، وكأنهم يرسلون رسالة صوتية بالغناء وبالطبل إلى كل من يحيط بهم من عشائر، يدعونهم إلى رزحتهم ويتدربون على فنون رزحة اللال، الرزحة الكبيرة. عندما يكتمل اجتماع القوم يصطفون في صفين متقابلين يكادان أن يكونا متوازيين، كل صف أمامه طبل يصيح وشاعر يلقن المشاركين شعرا يغنونه فيما يسمى الشلة، وفي الصف الآخر شاعر يرتجل ردا بالشعر على شاعر الصف المقابل، وينتظم إيقاع الرزحة رزحة اللال حتى يسكت الطبل أي يطيح، عندئذ تتم الشلة. وما بين صياح الطبل وسكوته يتبارى السيافون في المبارزة كرا ودفاعا بالسيف والترس بين الصفين أو خارج الصفين، ويستعرض حامل البنادق سلاحهم في خطوة رشيقة يدورون حول الساحة حتى تتم الشلة. الطبل في الرزحة يختلف عددا من مكان إلى آخر، في الباطنة وفي صور مثلا طبلان لكل شلة، واحد كاسر وآخر رحماني، الكاسر صغير والرحماني كبير. وأما في الداخلية والظاهرة فتتعدد الطبول بلا نهاية، قد تصل إلى 20 طبلا، وقد تشترك الدفوف، والدف يسمى السماع مثلما في الظاهرة، وتشترك أيضا الطاسة النحاسية وتسمى السحال، وتسمى الرزحة في هذه الحالة العيالة. الصفان في الرزحة إما ثابتان أو يتحركان،
حتى يكاد كل منهما يلامس صف الطبالين بينهما مثلما في بركة الموز في نزوة مثلا. وفي هذه الحالة يضطر الزافنون بالسيف إلى المبارزة وهم خارج الصفين، وقد يبقى أحد الصفين ثابتا وتتحرك رجال الصف الآخر حوله، وتسمى الرزحة في هذه الحالة رزحة الهوامة مثلما في بعض المواقع في صور. مشاهدي الأعزاء، رزحة الدرب تليها شلة من شلات رزحة اللال من صور. Thank you.
تعالى.